استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مع الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارته للقاهرة ومشاركته كضيف شرف في المؤتمر السادس للبرلمان العربية وخلال الاستقبال الذي جرى في قصر الاتحادية بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر نقل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى فخامة الرئيس السيسي تحية وتقدير حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وامنياتهما لمصر الشقيقه بدوام التقدم والازدهار. كما اعرب معاليه لفخامته عن خالص التهاني وصادق التبريكات بتجديد الثقه التي اولاها اياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيسا للجمهوريه لفتره رئاسيه جديده، راجيا له التوفيق والسداد في اداء المهام والمسؤوليه الوطنيه والتاريخيه ولتحقيق الامال والتطلعات الشعبيه نحو مزيد من الرخاء والتطور. واثنى معاليه على ما تشهده العلاقات البحرينيه المصريه من مستويات مت المتقدمه من العمل المشترك والتنسيق المتبادل في ظل ما توليه قيادتا كلا البلدين من حرص واهتمام بتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها نحو افاق ارحب لتحقيق ما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين